خلونا بقى نعرف ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه منى المنيسي المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى، صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوندا، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله اخباريه جديده من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. انا موجوده علشان اقول لكم او انقل لكم كل اخبار النادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم، وايضا جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. يعني يمكن كريم خليني اقول لك او اقول لك يا نهاوند انه ربع ساعه او 10 دقائق تقريبا بتفصلنا عن انطلاق ميران اليوم للكره، الفريق الاول لكره القدم النهارده على ملعب مختار التتش. طبعا الفريق بيواصل استعداداته وتدريباته استعدادا لاستئناف الدوري وكمان لمباراه بلوزداد ان شاء الله الجزائري اللي هتكون في الجزائر يوم 16 الشهر الجاري ان شاء الله، او شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا. يعني خليني اقول لكم النهارده ان في غيابات هتكون موجوده في تمرين الفريق، منهم طبعا لاعب النادي الاهلي الجديد الفلسطيني وسام ابو علي اللي كان اشتكى اول امس في التدريب من شد في العضله الخلفيه. هو دلوقتي في برنامج تاهيلي عشان يرجع ان شاء الله في اسرع وقت ممكن لاستئناف التدريبات الجماعيه بالكره بشكل طبيعي. مش هو بس اللي بيغيب عن تدريب النهارده او مران اليوم، كمان نجمنا التونسي لاعب النادي الاهلي كمان علي معلول النهارده او كان اشتكى من اصابته بنزله برد وهيغيب النهارده عن التدريبات الجماعيه، لكنه هيكون موجود وقت التمرين بتاع الفريق على ملعب مختار التتش. هيكون هو موجود في الجيم علشان يعمل تدريبات خفيفه لحد ما يكون احسن ويقدر ان هو ينضم لاستئناف تدريبات مع الفريق بشكل طبيعي وتدريباته مع الفريق بشكل طبيعي كله. تمرين النهارده برضو بيشهد انضمام طبعا نجم النادي الاهلي المغربي رضا سليم اللي كان تقريبا من 3 شهور ونص او اكتر كان اجرى عمليه او جراحه في الكتف، و الفترة اللي فاتت كلها كان بيتأهل بشكل قوي وسليم علشان يقدر يستأنف تدريبات وماتشاته إن شاء الله مع النادي الأهلي، فهو موجود النهارده في التدريب. كمان من أخبارنا السارة النهارده هو ثنائي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا. عايزة أقول لكم يا كريم يا نهاوند إن هما في خلاص بينفذوا آخر مرحلة في البرنامج التأهيلي ليهم، واللي بعدها ان شاء الله هتكون استئنافهم لتدريبات الكره بشكل طبيعي مع الفريق، فهم خلاص في اخر مرحله او في تنفيذ اخر مرحله من البرنامج التاهيلي علشان ان شاء الله ينضموا لتدريبات الجمعيه بشكل طبيعي. الجهاز الفني وتدريب الفريق كمان بينتظر عوده اللعيبه الدوليين بعد قدومهم من او بعد رجوعهم من كوديفوار. مستر مارسيل كولر كان منحهم اجازه بس ان شاء الله يوم الثلاث بعد بكره هيكونوا موجودين في التدريبات الجمعيه بشكل طبيعي، استأنفوا تدريباتهم إن شاء الله مع باقي الفريق. ومن كرة القدم لكرة السلة رجال، النهاردة هيكون عندهم مباراة مهمة أمام نادي سموحة الساعة 6 مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وحابة أنوه لكل مشاهدينا مشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان أنه هيكون فيه كمان بس مباشر للمباراة الساعة 6 مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل، هتكون موجودة على شاشة قناة النادي الأهلي، والساعة 5:30 مساء كمان هيكون فيه استوديو تحليلي مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي. بنتمنى لهم كل التوفيق المباراة هتكون الساعة 6 مساء في دوري السوبر. حابة كمان أقول لكم أنه آخر مباراة للنادي الأهلي كانت مع نادي الاتحاد على صالة نادي الاتحاد، وشهدت تألق كبير جدا من لعيبة النادي الأهلي. مستر أوجستي بوش قدر أنه هو بعد ما كان مهزوم أو بعد ما كان مش عارف يتقدم في الشوط الأولاني، لأنه الاتحاد تقدم في الشوط الأولاني بنتيجة 31-23، قدر من الشوط الثاني انه يبدل الخطط بتاعته او يغير يعمل تعديل في الخطط بتاعته علشان يقدر ان هو في الشوط الثاني في الكوارتر الثاني يخلص بنتيجه 45-42. في الاخر بقى قدر مستر مارسيل كولر بلاعبته ان هو يفوز على مباراه بنادي على مباراه نادي الاتحاد، وانتهت بنتيجه 84-78 لصالح النادي الاهلي، وشهد الحقيقه تألق كبير من رجال النادي الاهلي. مش بس رجال نادي الاهلي لكره السله المتالقين، حقيقي كمان اليومين اللي فاتوا الناشئات وناشئين النادي الاهلي في كره السله كانوا عاملين مباريات اكثر من رائعه. حابه اقول لكم انه شباب 16 سنه مثلا فازوا على نادي وادي دجله اكتوبر بنتيجه 43-27 ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. كمان شابات النادي الاهلي او ناشئات نادي الاهلي تحت 16 سنه كمان فازوا على فريق العبور بنتيجه 62-15 في بطوله الجمهوريه.
ومن كره السله لكره الطايره وكره طايره رجال. امبارح تحديدا فازوا على فريق نادي او فريق القناه بنتيجه 3-0 ضمن منافسات الدوري. المباراه كانت على صاله هيئه قناه السويس، وشهدت تالق كبير من لاعبي النادي الاهلي. الحقيقه ان هم ماشيين بخطه ثابته وبشكل قوي جدا من اول الموسم، لانه اخر كمان حابه افكر طبعا مشاهدينا ان اخر مكسب ليهم او اخر مباراه ليهم قبل مباراه القناه كمان كانت مع نادي سبورتنج، وانتهت ايضا بنتيجه 3-0 لصالح لاعبي النادي الاهلي. ومن كرة اليد رجال من كرة الطائرة رجال لكرة اليد رجال كمان حققوا آخر فوز ليهم، كان يوم الجمعة على نادي هيليوبلس بنتيجة 31-27 ضمن منافسات الدوري. كانت المباراة مقيمة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وشهدت تألق كبير من لاعبي النادي الأهلي. حابة أقول لكم تحديدا أنه في الشوط الأول انتهى بنتيجة 15-14 لصالح النادي الأهلي، والشوط الثاني انتهى بنتيجة 31-27 أيضا لصالح النادي الأهلي. من المقرر بقى أنه المباراة اللي جاية هيلتقي رجال كرة اليد إن شاء الله مع نادي الجزيرة يوم الثلاث القادم، والمباراة هتكون على صالة المركز الأولمبي بالمعادي إن شاء الله. حابه كمان من هواندا اقول لكم ان المباراه دي شهدت رجوع او عوده حارس المرمى او حارس النادي الاهلي لكره اليد رجال عبد الرحمن حميد، بعد كان عنده اصابه وكان الفتره اللي فاتت ده كان عنده برنامج تاهيلي، وقدر ان هو يرجع في المباراه دي بشكل قوي. ما حسيناش الحقيقه ان هو كان عنده اصابه او اي حاجه، رجع بشكل قوي عادي، شارك مع الفريق بشكل طبيعي في المباراه، وان شاء الله يكون موجود الفتره اللي جايه كمان بشكل طبيعي. مش بس ناشئات وناشئين الكرة السلة هم اللي عاملين حقيقة مباريات أكثر من قوية، كمان ناشئات يد الأهلي كمان تحت 18 سنة حققوا فوز كبير على نادي الزمالك بنتيجة 47-26 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. قبلها كمان كان الفريق حقق فوز على نادي النصر بنتيجة 44-14. يعني دي كانت كل أخبارنا النهاردة من داخل مقر رئيس للنادي الأهلي بالجزيرة. حابة كمان في الآخر أقول لكم يعني أو أنقل لكم بعض من الأجواء اللي موجودة في النادي. درجة الحرارة دلوقتي 10، يعني يمكن الجو الصبح كان برد أكتر من دلوقتي، الشمس دلوقتي موجودة، فالجو حقيقة لطيف جدا في النادي الأهلي هنا بالجزيرة. لو حد حابب أكيد يكون موجود من أعضاء النادي الأهلي بيشوفنا دلوقتي يقدر إن هو يستمتع بساعات الأولى من صباح اليوم في النادي. في كمان كان سيولة مرورية بشكل كويس وأنا جاية في الطريق، الطريق كان كمان ما فيهوش أي ازدحام، خاصة إنه يعني مع إن النهاردة يوم الأحد، ولكن عشان طبعا في أجازة من الجامعات ومن المدارس، فكان في سيولة مرورية بشكل كبير النهاردة وأنا جاية في الطريق. لو حد حابب يكون موجود من أعضاء النادي الأهلي أكيد يتفضل يكون موجود في النادي الأهلي بالجزيرة. دي أنا هواندو يا كريم، كانت كل أخبارنا النهاردة من داخل مقر رئيس للنادي الأهلي بالجزيرة. كلمة ليك يا كريم، ولو عندكم أي سؤال انا اكيد موجود. اتفضل. لا الحقيقه مفيش اي اسئله ولا استفسارات اضافيه، كل الشكر ليك زميلتنا العزيزه منى المنيسي المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره.